هنعمل مع بعض المهلبيه بالمشمشيه بطريقه لذيذه جدا سهله وسريعه. ايه هي المقادير؟ عندي قمر الدين منقوع في ميه ومضروب في الخلاط، عندنا كمان السكر، النشا، المكسرات المشكله، ومقاديري عشان اعمل المهلبيه سهله جدا، لبن وكريمه والبيض والسكر والفانيليا والنشا عشان اتقله. اول حاجه هعملها ان انا هنا كده عايزه ايه، احط اللبن اهو، ومعاه شوية من الكريمة كده، وكمان السكر والفانيليا اهو، مش بسكره قوي. يلا بينا كده، بيدوبوا على طول مع بعض. وهنا هحط قمر الدين كده، هجيب البيضتين وهحطهم مع بقية الكريمة، وايه هنقلبهم كويس قوي. هحط معاهم الفانيليا علشان اضيع اي طعم للزفارة ما نحسش بيه خالص اهو. بصوا بقى كده لما بحطهم مع بعض، البيض مع اللبن او البيض مع الكريمة، مش بنحس بيه خالص اهو. كده عندي هنا اللبن كده زي ما احنا شايفين، وهحط البيض بالكريمة وهنقلبهم مع بعض. بصوا بقى الجمال، يلا بينا. وهجيب هنا برضو شوية سكر، مش هسكر كتير، برضو معلقتين، هتلاقوا ان هو مزز شوية، احلى كتير من ما يكون مسكر مع مهلبية مسكرة، لا احنا بنخليهم طعمهم يكمل بعض كده زي ما احنا شايفين. بصوا بقى جمالهم اهو، وهسيب السكر يدوب. وهنا خلاص اول ما لقيت ان هما ايه المقادير سخنت مع بعض كده، هبدأ ان انا اظبط هنا كده. يلا هجيب النشا بتاعي علشان المهلبية كده، بدوبه خالص زي ما احنا شايفين. اهو، وايه منساش تقليب كده مع بعض مستمر. وهجيب هنا النشا كده، وايه بدوبه برضو. علشان اقدر اتقل كده. يلا بينا. كده عندي هحطها هنا عشان اتقلها كده، وهنا برضو. وتعالوا نشوف بدأت تمسك نفسها ولا لسه كده، وأشوف هنا برضو المشمشية. بصوا تمسك برضو نفسها على طول، وأهم حاجة التقليب المستمر عشان ما يبقاش فيه أي كلكعة. يلا أول ما أحس إن هي بدأت تتقل معايا، اهم حاجة انا مش عايزة كلكعة خالص، هفضل اقلب لحد ما اودي اي كلكعة.
حلو قوي كده. بصوا بقى خلاص المشمشيه عندي تقلت والمهلبيه برضو بنتقلها مع بعض ونديها ايه فرصتها. تعالوا ابدا بناخدهم على مراحل. ازاي؟ بجيب الاول كده نروق بقى كده مثلنا. يلا بينا اهو كده عندي المشمشيه تقلت. بصوا ازاي يلا بينا والمهلبية لازم حاجة ورا التانية. هحط شوية من المهلبية اهو واسيبها تبرد خالص، بعدين احط فوقها المشمشية بتاعتي او العكس، المشمشية وبعدين الايه المهلبية، علشان لو انا حطيتهم الاتنين فوق بعض وهم سخنين هتلاقوهم دخلوا مع بعض، فلازم ادي لدي فرصتها تبرد وادي لدي فرصتها انها تبرد برضو كده. بصوا عندي الايه المهلبيه بدات تاخد التقل بتاعها. هنجرب مع بعض. الاول هعمل معاكم هحط الايه المشمشيه هنا تحت واسيب مكان للمهلبيه اهو كده، وهسيب مكان للمهلبيه بس هسيبها تبرد الاول شويه وبعدين احطها كده. الله الله الله، هسيبها بس تبرد وبعدين هضيف عليها. اول ما تبرد هضيف عليها الايه التانية المهلبية بتاعتي. دلوقتي بقى هجيب هنا بصوا برضو تقلت اهي، وكل ما نسيبها تبرد هتلاقوها تقلت اكتر اهو كده. و بصوا الجمال، هسيبها بقى تبرد واقوم حط عليها طبقه من ايه من المشمشيه. استنى بقى كده نشوف مع بعض شكلهم بيبقى عامل ازاي اهو. بصوا كده هسيبهم يبردوا خالص وهجيب اللي انا عاملاهم. بصوا بقى اهو بسيبها تبرد من تحت الاول المهلبيه واقوم حاطه عليها المشمشيه بتاعتي ويخشوا الثلاجه. مش عايز اقول لكم بيبقوا حلوين قد ايه. وايه نحط عليهم بقى المكسرات على الوش كده كده، وبيتقدموا بالف هنا.